يعني يعني احيانا كده لاحظت في بيبقى في اكتئاب ظريف كده بيبقى ما بين الفصول اللي هو اللي متعودين عليه ده بين الشتاء مثلا الخريف الصيف والكلام ده كله ده اشبه الفتره دي في اكتئاب اشبه بده هو الاكتئاب الموسمي اللي بيحصل ما بين الفصول ده بيحصل نتيجه تغيرات الجو يعني بيحصل نتيجه كل فتره الليل والنهار وتاثير القمر على جسمنا والميه اللي في جسمنا وهكذا فده امر فسيولوجي طبيعي جدا ولكن اللي بيحصل ده نتيجه الكونديشننج نتيجه الظروف اللي احنا مرينا بيها فده خلق جوانا مشاعر معينه يعني ده مختلف شويه ليه لان اللي حصل ده مش عادي احنا بنمر بيه واللي حصل ده خلانا شويه نفكر فكره الفلتره يعني احنا طول الوقت الدنيا بتفلترنا بتخلي الاحسن هو اللي بيكمل البقاء للاصلح بالتاكيد ده يعني سنه كونيه فاللي حصل الفتره اللي فاتت خلى ده شكله واضح وجلي جدا قدامنا صح ان اللي مش قادر يتاقلم بيقع مش قادر يتأقلم بقى علميا ومش قادر يتأقلم بالشكل الحالي مش قادر يطور من نفسه مش عارف يكمل فأنا محتاج باستمرار أشتغل على نفسي.